على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الرابع عشر بمجموع الأشواط والذي خصص للبكار في سن الإذاعة المهجنات الأصايل. ننطلق مع شعارات أبناء القبائل وتقدم مباشرة مع الصدارة والمقدمة. مشاهدينا متابعينا الكرام، أتقدم مع المراكز الأولى. أنطلق مع عبلة على المركز الأول، خالد بن سعيد بن محمد الكتبي ينطلق في أول الأسماء، أتابع الصدارة. المركز الثاني، وتابع المركز الثاني. لهب القادمة على المركز الثاني لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري على المركز الثاني والمركز الثالث، وتابع نوادر سلطان بن سالم بن محمد المهبوب الشحي القادم على المركز الثالث والمركز الرابع. تأتي المسك عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الرحمن الناصري القادم على رابع المراكز، والمركز الخامس ورود القادم لسعيد بن منانة بن غدير الاشتبي القادم مع ورود على المركز الخامس والمركز السادس. هذه غزلان محمد بن سهيل بن راشد بالعرط الحميري القادم شعر بو منصور على المركز السادس. وسابعا نتابع صبا القادم راشد بن سالم بالعامري الكتبي القادم على المركز السابع والمركز الثامن. هنا ياتي وينطلق شعر علي باللاحج الحلامي مع النايفه من الجانب الاخر. ما شاء الله، تابع وراقب الاسماء. المركز التاسع صعبه قادمه، صعبة قادمة في هذه اللحظات. سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي الواصل، والمركز العاشر اليازي القادم اليازي لعلي بن فايل بن حمد الزرعي القادم مع اليازي على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا الإعلان الأول مع هذه الأسماء والشعارات. شوطنا الأول الرئيسي للبكار الإنتاج المهجنات الأصايل. من سيكون السعيد في اللحظة الأخيرة؟ من سيحمل انطلاقة وتحديات وناموس هذا الشوط؟ عودة مع الصدارة، عودة مع الكادر العلوي، مع عبلة على المركز الأول، خالد بن سعيد بن محمد بن هادوم انطلق بن هادوم على المركز الاول. ما في هدوء عند بن هادوم، انطلق مع عبله على المركز الاول قائدا للمسار مؤكدا الحضور مع منتصف الستة كيلومترات. نتابع المركز الثاني قادمه لهب 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 حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري احد الشعارات الاقتصاديه هنا مع لهب. ياتي هنا شعار ملبي والعديد والعديد من الاسماء في عالم الاصايل بقياده بو غانم. المركز الثالث نتابع نوادر، نوادر قادم سلطان بن سالم بن محمد المهبوب الشحي قادم في عالم الاصايل. من وين؟ الله، من ميدان السوان قادم، من ميدان السوان بإمارة راس الخيمة. يا سلام، مرحبا بالجميع في ميدان التحدي وبأشواط الإنتاج في ميدان هنا الذكي وانطلاقاته. نتابع الحلامي والنايفة، النايفة النايفة علي بن لاحج الحلامي وورود سعيد بن منو. ياتي هنا بنتاجه دائما الفاخر بن منانه
نتابع الأسماء الواصلة مشاهدينا على المركز السابع واللي تسللت على المركز الرابع مباشرة. صبا راشد بن سالم بالعامري الكتبي، ونتابع المركز الثامن هذه اليازي لعلي بن من اصعب في هذه اللحظات لسعيد معشوق حمد بن راشد. أعود إلى الصدارة، عودة مع البداية مع المراكز الأولى. يا سلام عبلة على المركز الأول، لا زالت تبحث عن أول أشواط الإنتاج المهجنات الأصايل، ومع هذا الشعار شعار خالد بن سعيد بن محمد بن هادوم الكتبي على المركز الأول. بن حمودة قادم، بو غانم قادم هنا مع لهب حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، قادم الظاهري الوصول من اليازي علي بن فايل الزرعي، قادم مع اليازي والقادم ورود سعيد بن منانة قادم، والوصول من قبل القادمة في هذه اللحظات الذيبة للشيخ عبد الله بن حم العامري، قادم مع الذيبة. يا سلام الكيلو يا بن هادوم الاخير، وين السلام هل الشويب مسيطرين، هل الشويب متقدمين على المركز الاول هنا على الصدارة والمقدمة. خالد بن سعيد بن محمد بن هادوم الكتبي ينطلق على المركز الاول والصدارة ما شاء الله، لكن عيناوي قادم والقادم بن حم العامري. يا سلام اللحظات الاخيرة، الذيبة لهب وعبلة ثلاثية ولكن بغانم شعار ملبي على المركز الاول، شعار ملبي على الصدارة والقادمة الذيبة. الشيخ عبد الله بن حم العامري يقدم الذيبة لـ400 متر الأخيرة، الذيبة واللهب واللحظات الأخيرة. بن حم وبن حمودة بوغانم اللحظات الأخيرة، وبن حم العامري رعي الذيبة. شوط الانتاج الى بوغانم السلام، الى رعي ملبي السلام اللي لا عوايد ما يخلي عوايده. سلام حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، مشكور يا المخيبي. المركز الثاني وصلت الذيبه للشيخ عبد الله بن حم العامري. المركز الثالث نداء لسيف بن جعفر بن سيل بن مرخان. المركز الرابع نشره لمظفر بن محمد من خموش العامري. والمركز الخامس اليازي لعلي بن فايل بن حمد الزرعي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت 9:10:09 من الثانية، هو التوقيت للهب حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. سلام احد الشعارات الاقتصادية حضرت مع هذا الانطلاق ومع اول اشواط المهجنات. 9:11 من الثانية وصلت الذيبة للشيخ عبد الله بن حم العامري. المركز الثالث نتابع المركز الثالث مع التوقيت 9:09 نتابع في هذه اللحظات و16:06 من الثانية. شعار سيف بن جعفر بن سيل بن مرخان الاجتبي قدم ندى على المركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع.